خلاص عيارك فلت. ثم ايه الشنطه اللي انت ماسكاها دي؟ دي حاجات واحده زميلتي في الشغل متخانقه مع جوزها عشان سكري وقليل الادب، فلمت شويه حاجات مهمه كده في بيتها وحطيتها في الشنطه دي وسايباها امان عندي لغايه ما تحل مشاكلها. تعالي هنا، زميلتك يا كدابه دي، انت حتى ما رحتيش الشغل. ماشي ماشي يا دوله، بس انا بقى هعرف بطريقتي. الناس اللي جم سألوا عليكي قالوا انك ما رحتيش الشغل، امال كنتي فين؟ ناس مين؟ واحد اسمه بدري بيه، فضل مستنيكي تحت بعربيته ومعاه السواق بتاعه، يظهر انهم اسكندرانيه. السواق اداني الكارت ده وكاتب عليه اسم الفندق اللي قاعدين فيه، وقالوا انه هيبيتوا الليله دي ومستنيين تليفون منك. اوعي ما تبصيش للكارت، قولي لي الاول انت كنت فين يا حبيبتي، ولا انت خلاص عيارك فلت؟ ثم ايه الشنطه اللي انت ماسكاها دي؟ دي حاجات واحده زميلتي في الشغل متخانقه مع جوزها عشان سكري وقليل الادب، فلمت شويه حاجات مهمه كده في بيتها وحطيتها في الشنطه دي وسايباها امان عندي لغايه ما تحل مشاكلها. تعالي هنا، زميلتك يا كدابه دي، انت حتى ما رحتيش الشغل. ماشي ماشي يا دوله، بس انا بقى هعرف بطريقتي. معلش ده بدري بيه، يعني عمي وفي مقام والدي، وهم جايين يسألوا عليا ومش هيتأخروا، هيمشوا على طول. اتفضل علي يا باشا. اتفضل يا باشا، خد يا ست الكل، خلي دول معاكي. ميرسي يا بدري بيه، وليه التعب ده بس؟ لا مفيش تعب، اول ما تشد حيلك اخطفي رجلك على اسكندرية، لينا كلام مع بعض كتير. خدي بالك منها يا ابله. اسمك ايه؟ المحبات. حلو، محبات محبات، خذي بالك منها عشان هي تبعي. سلام عليكم. تفضل يا باشا. سلام يا باشا. حصل ده، انا محبات ولا اجري على الله. طب امسكي حلي بقى. بس انتي برضه ما قلتليش، هو الراجل ده عايز منك ايه بالظبط اللي خليكي تعملي عليه التمثيليه دي كلها؟ عارفه التمثيليه دي كلها عشان ايه؟ عشان اكل العيش. اعذنيش يا دولت، معلش، اصلك انا راجل صريح واللي في قلبي على لساني. ما انت لو ما كانش قلبك طيب وفي حنيه كان ممكن تخلص من الموضوع والشبهه ده بطريقه تانية خالص. انا يا ربك والحق افتكرتك فلسعتي بالشيك ابو مليون ونص، بس أنا واضح إنني كنت غلطان، أنا آسف.
انا مسامحه في حقي وهديك نمره شعبان بالصف تتكلمه وتروح تقابله، يمكن يكتب لك شيك تاني بدل اللي ضاع. طب هيكتب لي شيك تاني بصفه ايه؟ ده شغله كله مقضية. وبعدين لو سالني وقال لي ضيع فين اقول له ايه هني؟ طب انا عندي حل تاني ويرضي جميع الاطراف. اللي هو مش انت قلت لي ان ارباح العمليه 7 مليون جنيه؟ ليك منهم 50% مش كده؟ حلو قوي، تاخد انت ال3.5 بتوعك وتخصم كمان من الفلوس دي ال1.5 مليون بتوع الشيك. طب يعني ال1.5 مليون يضيعوا علينا كده؟ لا، لما يقوم ضيا بيه من السلامه ان شاء الله يبقى يصرف الشيك اللي هو عارف مكانه. طب قدري ما امشي. خلاص تدي الورثه بتوع ال1.5 مليون. انا مش عارف انت بتجيبي افكارك دي منين؟ افكارك متظبطه والله الماس. بس يعني كمان انا فهمي بطيء شويه، سيبي لي وقت بس كده عشان احسبها وضميري يبقى مرتاح. احسبها براحتك. بتقولي ايه؟ عايز يبتزيني انا وضياء؟ ومين اللي يفكر يبتزيني؟ اسمه ايه ده؟ اسمه بدر حماده، عضو مجلس شعب سابق ومن اعيان اسكندريه وعايش هناك. بس مشكله الراجل ده انه عصباجي وبتاع مافيا ولم فلوسه كلها من السرقه والنهب والرشوه. وبدر حماده ده عرف منين الاتفاق اللي بينه وبين ضياء؟ انا نبهت على ضياء مليون مره ان مفيش مخلوق يعرف اللي بينه وبينه. جه منين اللي اسمه بدر حماده؟ كانوا شركاء، وكان ضياء بيه ما بيخبيش على بدر بيه اي حاجه، وفجاه اختلفوا. بس كان الاختلاف شديد قوي، يعني بعد ما بقوا حبايب للاسف قلبوا على بعض. بالظبط كده. طبعا بعد ما ضياء بيه جاب البضاعه اللي حضرتك طلبتها منه، البضاعة دي كانت من ورا ظهر بدر حمادة. بدر بيه حمادة عرف على تفاصيل البضاعة دي، فاستغل ان ضياء بيه بيعمل عملية جراحية وحب يتزكى عشان يطلع بقرشين. عشان كده طلب منك عنواني وتليفوناتي، عايز يقابلني. ها بيحلم يا دولة. تحب اديله عنوان حضرتك؟ وبدر حمادة ده عرف منين الاتفاق اللي بينه وبين ضياء؟ انا نبهت على ضياء مليون مرة ان مفيش مخلوق يعرف اللي بينه وبينه. جه منين اللي اسمه بدر حماده؟ كانوا شركاء، وكان ضياء بيه ما بيخبيش على بدر بيه اي حاجه، وفجاه اختلفوا. بس كان الاختلاف شديد قوي، يعني بعد ما بقوا حبايب للاسف قلبوا على بعض. بالظبط كده. طبعا بعد ما ضياء بيه جاب البضاعه اللي حضرتك طلبتها منه، البضاعه دي كانت من ورا ظهر بدر حماده. بدر بيه حماده عرف على تفاصيل البضاعه دي، فاستغل ان ضياء بيه بيعمل عمليه جراحيه وحب يتزكى عشان يطلع بقرشين. عشان كده طلب منك عنواني وتليفوناتي، عايز يقابلني. ها بيحلم يا دولت. تحب اديله عنوان حضرتك؟ لا يا دولت، ما تدوش اي معلومات عني، لا تليفونات ولا عناوين. حتى لو معاه اي تليفونات هتكون قديمه، كده كده الارقام القديمه بيرد عليها مدير مكتبي. انا هعتبر نفسي ان انا ما سمعتش حاجه عن اللي اسمه بدر حماده. ولا تشغل نفسك بيه خالص يا شعبان بيه، انساه خالص. انا عارفه ومقدره حساسيه الموقف اللي حضرتك فيه، وبعدين ما تنساش ده انا دولت يعني ب100 راجل. خلاص يا دولت، خليك على اتصال بيا، انا هديك الرقم التليفون الخاص بتاعي، انا الوحيد اللي برد عليه. لو احتجتيني في اي حاجه كلميني. انا اسف مش هقدر اكمل كلام مع حضرتك وانت قاعده بتهنيني وبتعامليني بالشكل ده، عن اذنك. حبيبي امشي براحتك، بس الاول ترجعلي فلوس بنتي اللي انت نصبت عليها فيها. عيب قوي راجل طول بعرض زي حضرتك كده ياخد فلوس من واحده ست. انت عندك دم اساسا؟ هي وصلت للدرجه دي الفلوس؟ هتنكر يا عاصم؟ تحب افتح لك الملف كله؟ مش هنكر، لو الفلوس مخلياك تفقدي اعصابك لهذه الدرجه يا فندم فلوسك هترجع لك، ما تخافيش. تاني؟ ايوه، اصلك ما قلتش امتى. قريب يا فندم، انا ماشي.